الزعيم النموذجي لإنقاذ لبنان، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الإمام المغيب موسى الصدر، أو الرئيس الشهيد بشير جميل؟ يا ريت بعد في اسم واحد يا ريت حتى يقول لي اياه. توقع متوقع مين؟ مين؟ قول تشوف. صدام حسين. ليش؟ يعني بروح للرئيس صدام حسين عن الكل. لأنه أول شيء رجال. صاحب مواقف. بغض النظر على إذا عامل ظلم ولا عامل ما عامل ظلم، كان عامل بلد ما في حدا يقب راسه فيها، نحن شعب منه ديمقراطي، نحن شعب ما بحياتنا رح الديمقراطية تخلينا نحكم حالنا بحالنا. نحن شعب ما بيلبق لنا أصلا ديمقراطية، لقلك ليه؟ لأنه في عندك الأنا، في عندك دايما أشخاص بدها تزت فتن بشخص ديكتاتوري، هول ما بيكونوا موجودين. انت اليوم رمي الثورة عم بتطالب بديكتاتور، عم طالب بديكتاتور يحرق اللي موجودين، مش يحرق الثورة، يحرق اللي قاعدين على الكراسي. لأنه إذا في هيدا الشخص موجود ما في واحد منهم هول بيقب راسه، ولا واحد. وعلى شرط إذا صدام حسين، شخص مثل صدام حسين موجود، ولا واحد منهم بيقب راسه. بدك أقول لك ليه؟ لأنه ما بيمشي بالمحاصصة والاتفاقات، ما بيمشي لأعطيني لأعطيك. مشان هيك صدام حسين بينجح، أو شخص مثل صدام حسين، لأنه ما بيقبل تقول له خد هيدي الوزارة واعطيني هيدي الوزارة، بحطك بالحبس أو بينهيك بساعتك. مشان هيك بيرجع البلد بيوقف.